اهلا وسهلا بكل شباب اولى ثانوي في كل مكان، وحلقه جديده من البروجرام بتاعكم بنك المعرفه. النهارده جايين نكمل شغلنا، قلنا مراجعه عامه على الوحده الاولى دكا بنك المعرفه. الهدف منه ان احنا نخلي الشغل بتاع الامتحان سهل وفي ايدين حضراتكم. تمام، طيب احنا المره اللي فاتت عملنا ايه؟ المره اللي فاتت خدنا اهم الكلمات بتوع الوحده، بس شغلناهم على اكزرسيس مذكر ومؤنث وجمع ا ان دي داكور، وخدنا فيرب مهم قوي اللي هو سابلي، وخدنا كمان فيرب اتر داكور. طيب في ايه تاني في الوحده شغل مهم؟ في حاجات كتير، منها طبعا كلمات مذكر ومؤنث، وكمان الصفات. الصفات بتاعتي عندي صفات كتيرة جدا، حبينا ان احنا نوضحها لكم باكزرسيس. الاكزرسيس بيقولك ايه؟ بيقولك مي او فيمينا. مي او فيمينا يعني ضع في المؤنث. داكور؟ طب خلي بالك دي اسئلة تطبيق على اللي انت ذاكرته، بس مش الامتحان مش هيجي كده، الامتحان هيجي حاجة مختلفة. الامتحان هيجي ابسط بكتير، الدنيا هتبقى سهلة وبسيطة جدا، كلها عبارة عن اختيارات. داكور؟ بس احنا هنا جايين ندربكم علشان نطمن ان انتم مذاكرين وحافظين، ولو ان شاء الله في الامتحان يعني جالكم اي سؤال هتبقوا جاهزين. فمي او فيمينا ضع في المؤنث. يلا سي كريم ان كامراد دو كلاس ايلي سوسيابل. ايه الجمله دي؟ انا بعرفك بقول لك سي كريم يعني هذا يكون كريم، ان كامراد دو كلاس زميل من الفصل، ايلي سوسيابل. ايلي سوسيابل يعني ايه سوسيابل؟ سي كوا لا بيرسون سوسيابل؟ يعني ايه بقى الشخص السوسيابل؟ لا بيرسون سوسيابل سي لا بيرسون كي ا بوكو دامي، الشخص اللي عنده صحاب كتير قوي، شخص اجتماعي، شخص لطيف، شخص الناس كتيره بتلجأ له لان هو يعني متفهم ومبتسم ودماغه كبيرة وعنده عشان كده عنده صحاب كتير قوي. داكور؟ طيب لو انا جيت عملت مي او فيمينا، تعالى نحط الجملة دي في المؤنث. طب هنشتغل ازاي؟ بص يا سيدي، شلنا كريم حطينا اسم بنت وليكن روزا مثلا، السي هتنزل زي ما هي، روزا ده مكان كريم يبقى السي روزا. الآ اللي قبل كامراد خليناها ان. طب كامراد غيرناها؟ لا ما غيرناهاش، لان قلنا كامراد محايده، تمشي ولد تمشي بنت. دو كلاس زميل من الفصل بقت زميله من الفصل، كلمه فصل مش هتتغير. نيجي بقى ايل اي سوسيابل، الايل دي اللي هي هو هنشيلها ونحط ال، الفرب ثابت وسوسيابل هتنزل زي ما هي لان هي زي كامراد الاثنين محايدين، سوسيابل من الادجكتيف المحايدين برضه، تمشي ولد وتمشي بنت. يبقى سي كريم ان كامراد دو كلاس الي سوسيابل، هذا كريم زميلي من الفصل هو يكون اجتماعي. بقت سي روزا ان كامراد دو كلاس الي سوسيابل، هي تكون اجتماعي. دكار؟ تعالى نشوف الجملة الثانية. وسيم اي تيميد اي امباسيون. وسيم ده طبعا اسم ولد، تيميد يعني خجول بيخجل، ودي صفة محترمة جدا على فكرة، يعني مش عشان هو ولد المفروض ان هو ما يخجلش، بالعكس. وسيم تيميد وامباسيون، هو خجول شوية بس كمان عنده امباسيونس، يعني ايه؟ عنده عدم صبر، يعني متعجل على طول. هو خجول بس عنده متعجل، يعني ما بحب يعمل الامور كلها بسرعه، ودي مش صفه مش حلوه قوي، التريث مطلوب نوعا. طيب هنعمل ايه هنا؟ شلنا وسيم اللي هو اسم الولد وحطيناها اليس، حط اي اسم بنت. طب ممكن نعمل ايه تاني غير اسم البنت؟ نشيل اسم البنت ونحط ال، يعني وسيم لو شلته احطه هو ايل، فانا ممكن اشيل وسيم اللي هو الايل واحوله الى المؤنث ال، او احط اسم بنت
شوف ايه الاحسن لك. يبقى شلت وسيم وحطيت أليس. ايه الفرب؟ هو فرب اتر اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، يبقى ايه هينزل ثابت. تيميد محايد، يبقى هقوم حاطط هحطه زي ما هو تيميد تيميد. الاتي دي العطف، هو خجول وغير صبور، يبقى بتنزل العطف اللي هي الوا. والامباسيون هقوم مزود علامه المؤنث اللي هي الاو، تبقى امباسيونت. يبقى اليس خجوله ولكن هي ما عندهاش صبر. دكار. يبقى خلي بالك لو انا عايزه احول من مذكر الى مؤنث في حاجات هتتغير وحاجات لا. ايه الحاجات اللي هتتغير؟ اكيد الان هتبقى ان، والصفات هدور على شكلها المؤنث اللي بيخلص بحرف ساكن زي امباسيون هحط له او تبقى امباسيونت. الصفات اللي اخرها او بتفضل زي ما هي، او زي تيميد او سوسيابل. داكور. لو كان اسم ولد بشيل واقوم حاطه اسم بنت، يا اما ممكن احط الضمير ال. داكور. طب تعال نكمل. نمرو 3. جي ان كوبان إلي غورمان. جي ان كوبان يعني انا عندي صديق. إلي غورمان، غورمان يعني سي كي لو غورمان، يعني ايه غورمان؟ غورمان سي لا بيرسون كي مانج بوكو، ده الشخص اللي بياكل كتير قوي. فانا عندي صديق او صاحب وهو غورمان، يعني هو اكول او نهم او شهيته مفتوحه على طول. عايزه اعمل دي في المؤنث. جي انا عندي، ده فيرب افوار بينزل زي ما هو. ان كابا طبيعي هنغيرها، احنا خدنا كلمه صاحبه اسمها كابين والان هتبقى اون، يبقى جي اون كابين. الايل هتبقى ال هي، والاي ثابته، وجورمون هتاخد او تبقى جورموند. يبقى انا عندي صديقه الي جورموند، يعني هي بتاكل باستمرار الي جورموند. تمام. نيكولا اي بافار. نيكولا ده اسم ولد. اي بافار، بافار قلنا المره اللي فاتت لا بيرسون بافارد، الشخص يعني بافار سي لا بيرسون كي بارل بوكو، الشخص اللي بيقعد يرغي كتير قوي، عمال على بطال قاعد نون ستوب توكينج، بيقعد يتكلم كتير قوي. طيب نيكولا اي بافار اي انتليجون، هو رغاي وذكي الاثنين. نيكولا يحمل الصفتين رغاي وذكي. طيب عايزه اقنس دي هعمل ايه؟ هشيل نيكولا، هحط نادين، هحط ماتيلد، هحط اي اسم بنت، او ممكن اشيل واقوم حاطه الضمير ال. يبقى ال الفيرب بينزل زي ما هو او اس تي، يبقى نادين ايه او ال ايه. بافار بيخلص بالدي، والدي حرف ساكن، فلما اقنس هحط او هتبقى بافارد، يبقى نطقت الدي في المؤنث. الاو تي قلنا بتاعت العطف هتنزل زي ما هي، والانتليجون هزود او تبقى انتليجونت، يبقى نادين اي بافارد اي انتليجونت. نادين بنوته رغايه وذكيه الاثنين. تمام. يبقى انا خدت صفات جديده، خدت شكلها في المذكر، خدت شكلها في المؤنث، خدت في صفات ما بتتغيرش لا مذكر ولا مؤنث زي تيميد زي سوسيابل، وكل الصفات اللي بتخلص بالاو كده زي رومانتيك وسيمباتيك. اما الصفات اللي بتخلص بحروف ساكنه زي جورمان تخلص بالدي هتبقى جورموند، امباسيون تخلص بالتي هحط او تبقى امباسيونت، وهكذا. داكور. يلا نشوف عندنا ايه تاني. تعالى كده، يعني احنا عملنا اكزرسيس بنمرنك فيه على شكل الشغل، ماشي، بس مش هو اللي جاي في الامتحان. تمام. ده اللي هو الاكزرسيس بتاع حط في المؤنث اللي فات. تعالى بقى حاجه اكيد اكيد جايه في الاكزامه. خلي بالك ان كل وحده فيها ميني بروجي وبروجي فينال، تخلي بالك قوي من الشغل في المنطقتين دول، اللي هو الميني بروجي يعني مشروع صغير، والبروجي فينال اخر الوحده اللي هو المشروع النهائي. دول حضرتك انا كتلميذ المفروض ان انا هنا لما اشتغل على الميني بروجي يبقى اتعلمت مثلا في نص الوحده ان انا اتكلم عن
حاجتين، اقدم نفسي مثلا بالاسم واقول مثلا كاركتير، تمام. اما بروجي فينال لازم اكيد ان انا معلوماتي زادت شويه، يعني ممكن اتكلم عن نفسي، هقول انا عندي كام سنه، او هقول انا اكون في مدرسه ايه، وبعدين اتكلم على الكاركتير بتاعتي، تمام. ده البروجي فينال. وممكن كمان اعمل سو بريزونتي، اقدم نفسي، او بريزونتي كالكان، اقدم شخص ما. قولي مثلا كلمي عن تون كامراد او تون نوفو كامراد، قدم زميلك الجديد في الكلاس، او قدم نفسك للكلاس بتاعك، بريزونت توا او ريست دو لا كلاس. او يجي مثلا يتكلم معاك يقول لك ايه، يقول لك بريزونت تون سيبر كوب، قدم لنا صاحبك اللي انت تعرفه على السيبر، او اللي انت بتعمل شات معاه، تمام. عرفنا ايه اسمه وعنده كام سنه وبيروح مدرسه ايه وهو تلميذ في انهي صف والكاركتير بتاعته ايه وبيحب ايه ومش بيحب ايه. لان الوحده كلها لو انت فاكر كانت ماتيلد بتتكلم عن نفسها، جو سوي ماتيلد او جو مابيل ماتيلد، و جي 15 ans، عندي كذا سنه، وجم وجم با، بحب ومش بحب. فاكر كانت مثلا بتحب حاجات ومش بتحب حاجات. فاذا هو ده السيستم اللي احنا عايزين كل الشباب توصل له في نهايه الوحده، انها تبقى استفادت ايه من الوحده. اتكلم عن نفسك، اتكلم عن نفسك تقول ايه، تعالى ما نشوف. ده اكيد شغل امتحانات، يعني شغل بنك المعرفه اكيد. يبقى تخات لو سوجي سويفون، تخات لو سوجي سويفون يعني اتكلم في الموضوع الاتي. الموضوع الاتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي بريزونت توا اتون سيبر كوبان. بريزونت توا يعني قدم نفسك لتون سيبر كوبان، لصاحبك اللي على السيبر. اكري دو 15 ا 20 مو، اكتب من 15 الى 20 كلمه. اوتيليز لي زيليمون سويفون، هو مش سايبني لوحدي كده ان انا اكتب من 15 ل 20 كلمه، هو قال لي اوتيليز لي زيليمون سويفون، يعني استخدم العناصر الاتيه، يعني مديني عناصر مساعده. العناصر المساعده كلمه برينو يعني اسمي، يبقى انا مطلوب ان انا اتكلم عن اسمي. ليسي، ليسي يعني المدرسه اللي انا اذهب اليها، انا اكون في مدرسه ايه. الجو، الجو يعني انا بحب ايه ومش بحب ايه، زي ما ماتيلد قدمت نفسها اول اليونيتي، تمام. فلو سمحتم كل الشباب اللي احنا بنقوله ده، والحته دي بالذات مهمه جدا عشان هو ده شغل الامتحان ان شاء الله. داكور، يلا نقول تاني. présente toi à ton cyber copain، قدم نفسك لصديقك اللي على السيبر. اكتب، écris de 15 à 20 mots، وده الاسلوب الجديد في الشغل، ان هو يديني عدد كلمات، ودي حاجه سهله مش صعبه، لان على الاقل اي كلمه او اي جمله بسيطه هتبقى مكونه من على الاقل 3 كلمات. نقول je suis احمد، انا اكون احمد، يبقى دي 3 كلمات، ماشي. كل كلمه بتعد. لو قلت إل سابل مراد، يبقى الإل كلمة والأس كلمة وأبل كلمة ومراد كلمة، بقيت أربعة، تمام. فالدنيا سهلة مش صعبة. لما يقول لي إكري دو 15 ا 20 مو، اكتب لي من 15 ل 20، ده مش هتبقى حاجة صعبة، هتبقى إن شاء الله حاجة سهلة أوي. يلا، وهيديني كمان إليمون، هيقول لي اوتيليز لي إليمون سويفون، استخدم العناصر الآتية: برينون ليسي جو، اسم والليسي اللي هو المدرسة، سواء هتقول اسمها أو تقول المدرسة فين، والجو اللي هو الذوق. تعالى ما نشوف كده. يلا، سالو، أبدأ بسالو عشان أحسب كلمة. سالو يعني أهلا أو هاي. جو مابيل كريم، أنا اسمي كريم، وحط أي اسم حضرتك نفسك فيه. جو سوي أو ليسي الحرية، أنا أكون في ليسي الحرية. J'adore le foot et le français. أنا بعشق الكورة والفرنساوي، ودي كلمتين مهمين وكلمتين مشهورين جدا. كل الناس تعرف يعني ايه فوتبول، كل الناس تعرف يعني ايه فرنسي، تمام. طيب، بما اني كمان بتكلم على الجو، ممكن اقول je déteste la danse et le dessin. déteste يعني انا مش بحب او انا اكره، بكره la danse اللي هو الرقص، والdessin اللي هو الرسم. تعالى كده لما نعد، يا ترى حته صغننه زي دي كام سطر، او الكام سطر دول عملوا كام كلمه، عشان هو ده المهم.
سالو كلمة، جو مابل كريم كده خمسة، الجو كلمة، الأم بكلمة، أبل كلمة، كريم كلمة، يبقى جو مابل كريم كده أربعة، وسالو واحدة بقت خمسة، وجو سوي أو ليسي الحرية بقت كام؟ جو سوي أو ليسي الحرية، دول كده ستة، ستة وخمسة بقوم كام؟ بقوم أونز، حداشر. طيب جادور، جو بكلمة، أدور بكلمة، لو فوت أدي كده كلمتين أربعة، إي لو فرونسي يبقى كام؟ يبقى سبعة، سبعة وعندي فوق أونز، سافي كامبيان؟ أونز بلس ست يبقى ديزويت، تمنتاشر، تمنتاشر من غير كمان ما أقول السطر الأخير اللي هو أنا أكره الدانس والديسان. شفت إن الدنيا بسيطة إزاي؟ هو قال لي من كنز أفان، من 15 إلى 20، يبقى ما يقلش عن 15 ما يزيدش، يعني لو زاد والله يعني خير وبركة، بس هو إيه مديك حدود على أساس إن أنت ما تحسش إن الموضوع فيه عبء عليك. داكار؟ فأدي كده الثلاث جمل دول عملوا لي 18، صح؟ عملوا لي كام؟ مش قلنا 11 و 7 في 18؟ 11 و 7 يبقى 18، يبقى عملوا لي 18 مو، 18 كلمة. يبقى الدنيا ايه؟ بسيطة ولا صعبة؟ ان شاء الله تبقى بسيطة. تعال نشوف حاجة تانية. طيب ده لو كان ولد بيقدم نفسه، افرض لو كانت بنوتة بتقدم نفسها، هتقول ايه؟ سالو جو مابيل ماتيلد، اللي هي البطلة بتاعت الوحدة الأولى بتاعتنا، أنا اسمي ماتيلد، جو سوي أو ليسي ماري كوري، أنا أكون في مدرسة اسمها ماري كوري، ده ليسي مشهور جدا في باريس أو في فرنسا عموما، في كذا ماري كوري. جيم لو روج إلي مات، نفس الكلمات بتاعة الوحدة بتاعت الكتاب بتاعنا، يعني أنت لما تقلد شغل الكتاب ده حلو مش وحش، يبقى أنت كده اتعلمت. يبقى جيم لو روج إلي مات، أنا بحب اللون الأحمر وبحب مادة الرياضيات. جو ديتست لا ميوزيك إلو فيغ، وأنا مش بحب لا المزيكا ولا اللون الأخضر. ده كمان ممكن يعني هي أبو بخي تقريبا نفس عدد الكلمات، تقل واحدة تزيد واحدة، المهم هيبقى في البورسنتاج بتاعتنا اللي احنا طالبينها أو في السيستم التقريبي من 15 إلى 20 كلمة. يبقى je m'appelle Mathilde, je suis au lycée Marie Curie, j'aime le rouge et les maths, je déteste la musique et le vert, دي بنوتة اسمها ماتيلد بتقدم نفسها. وده حرفيا شغل الكتاب بتاع حضرتك، يعني على اساس احنا حبينا نجيب النموذج ده استرشادي، علشان لو حد قال لي انا مش عارف او اقدم نفسي ازاي، طب اعمل ايه؟ هقول له اهو احنا جبنا الصورة بتاعت الوحدة الأولى اللي ماتيلد بتقدم فيها نفسها، وعملناها على البروجي فينال اللي هو المشروع النهائي، ليقدم نفسك أو قدم صديق ماشي بالاسم وبالليسي وبالجو. ما عملناش أكتر من إحنا رجعنا للمدرسة للكتاب بتاع المدرسة بتاعنا وشغلناه، عشان تعرف إن الدنيا بسيطة ما فيهاش مشاكل. تمام؟ طيب تعال نشوف واحد تاني. بنقول إيه بقى؟ ترات لو سوجي سويفون، تعالى اعمل الموضوع ده، اكتب في هذا الموضوع، اكتب في الموضوع التالي. بريزونت توا او ريست دو لا كلاس، قدم نفسك الى باقي الايه؟ الى باقي الفصل. طيب اكري دو كانز افامو، اكتب من 15 الى 20 كلمه. واوتيليز لي زيليمون سويفون، وبرده استخدم العناصر التاليه. عندي برينون، عندي اج، عندي كاركتير. هنا برينون يعني اسم، واج العمر، والكاركتير اللي هو السن، علشان ماتيلد وهي بتقدم نفسها في الوحده قالت انا عندي 15 سنه، فاذا الناس سهل جدا ان هي تقول لي انا عندي 16 17 18. احنا حفظنا الارقام دو 1 إلى 50، من ضمن الشغل المهم في الوحدة ان حضرتك عندك الارقام من 1 إلى 50، فسهل جدا تقدم نفسك او تقدم حد باسم واج وكاركتر. داكور؟ تعالى كده ما نشوف. بونجور جو مابيل لوسي، انا اسمي لوسي، وجي 16 ans،
عندي 16 سنه. ايه الكاركتر بقى؟ هي شايفه نفسها ان جو سوي سوريانت، انا دايما مبتسمه، ورومانتيك، البنات كلها فيها طبعا سنه كتير رومانسيه، ايه اغضني ومنظمه، ودي صفه هايله يا لوسي، والله يا رب كل البنات والشباب يبقوا مرتبين زي كده. طيب تعالى نعد كده، يبقى بونجور ادي كلمه، جو مابيل لوسي، يبقى 1 2 3 4 وان فوق بقى صفي 5. جي 16 ans، برضو الجو بواحده والأ اي لو فيرب افوار بكلمه، 16 كلمه 11 كلمه بقوا 4، ف 4 و 5 صافي كام؟ 4 بلس 5 صافي 9، كده 9 كلمات. جو سوي سوريانت، كده دخلنا في 3 و 9 بقوا 12. رومانتيك، ها 13. اي اوردوني، وكمان مرتبه 15 بالسنتي، كده 15 كلمه بالظبط. يبقى بونجور، جو مابيل لوسي، و جي 16 ans، جو سوي سوريانت، رومانتيك، اي اوردوني، كده 15 كلمه بالظبط. ماشي، كلها حاجات بسيطه، انا اسمي الناس كلها تعرف فيرب سابولي، واللي ما يعرفش لو سمحتم الافعال مهمه جدا، عندي فيرب سابولي، عندي فيرب اتر، وكمان فيرب افوار اللي هو بتكلم بيه عن السن، جي 16 ans. تمام، بعد كده الصفات المهمه اللي وردت في الوحده، من سوريانت مبتسم، لاردوني يعني منظم، وعكس اردوني اللي هو غير منظم، وبعد كده رومانتيك اللي هي تحتمل ولد وبنت، الولد ممكن يبقى رومانسي بس البنت هتبقى اكيد رومانسيه اكتر، وبعد كده عندي الامباسيون اللي هو غير صبور، وتبقى بالاو غير صبوره، عندي بعد كده الجورمان اللي هو بياكل كتير، وازود او تبقى جورموند، عندي بافار اللي هو الرغاي، واحط او في المؤنث يبقى بافارد رغايه. تمام، وايه تاني؟ طيب نشوف اللي بعده، شوف كمان واحد على نفس السيستم اللي احنا اتكلمنا فيه، فاكره ولا مش فاكره؟ لو مش فاكره ممكن نرجع له، فاكره؟ طيب يبقى قلنا لك ايه، قدم نفسك لباقي الفصل عن طريق البرينو والاج والكاركتر، يعني اسمك وعمرك، وقدم لنا نفسك عن طريق الصفات، صفاتك ايه، انت شايف نفسك صفاتك ايه. فهنا الولد بيتكلم بيقول بونجور، جو مابيل منير، انا اسمي منير، و جي 17 ans، عندي 17 سنه. جو سوي سوسيابل، قلنا سوسيابل اللي هو عنده صحاب كتير، يبقى انا اكون سوسيابل. انتليجون، وانا ذكي، انا اجتماعي وعندي صحاب كتير وانا ذكي. مي ديزوردوني، لكن انا مش منظم، صفه مش حلوه دي يا منير، يعني احنا عايزين الشباب زي البنات الاثنين يبقوا منظمين، يعني التنظيم ده مهم جدا حتى عشان بعد كده حياتك تبقى مرتبه يعني. طب تعالوا كده اما نشوف العد، يا ترى هنا هتبقى الدنيا اخبارها ايه؟ بونجور كلمه، وجو مابيل منير قلنا 4، والبونجور ادي 5، جي 17 ans بقى 4 و5 قلنا 9، جو سوي سوسيابل 3 على 9 بقت 12، انتليجون مي ديزوردوني برضو 15 بالسنتي. تمام، اذا سهل قوي قوي ان حضرتك تعمل موضوع لنص السنه، امتحان نص السنه، ماشي، تتكلم فيه عن اسمك، عن سنك، عن المدرسه، عن الكاركتير، عن الجو. شفت انت بقى ممكن تتكلم دلوقتي عن كذا حاجه بالفرنسي ازاي؟ جو مابيل وتحط اسمك، جو سوي إليف أو ليسي وتحط اسم المدرسة، جيم مثلا لا ميوزيك أو لو فوت أو لو فرونسي، جو ديتست لو روج لو فير، أي حاجة، أنا بحب كذا وأنا مش بحب كذا. تمام، وبعد كده جو سوي، جو سوي سوريان، جو سوي غورمان، جو سوي امباسيان، جو سوي سوسيابل. تمام، يبقى إذا كده احنا رجعنا لك على الوحدة الاولى كاملة بالثلاث دروس بتوعها، اللي هما كانوا فيهم ايه؟ كانوا فيهم ارقام من 1 لـ50، وكان فيهم الالوان، وكان فيهم طبعا البرونسوجي اللي هي ضمائر الفاعل،
وكان فيهم فعلين مهمين جدا اللي هو فيرب سابولي وفيرب اتخ. وكان في كلمات مهمه جديده قوي كفوكابولير، يعني ايه جار فوازان، يعني ايه حي كارتي، يعني ايه زميل كامراد، يعني ايه مثلا صاحبي من على السايبر اللي هي سيبر كوبان، والكلمات المذكر والكلمات المؤنث. ماشي. وخدنا كمان ارتيكل انديفيني اللي هي ادوات النكره، وختمنا بالادجكتيف اللي هي الصفات الشخصية اللي بنحدد بيها الكاركتير، سمات الشخصية للشخص، سواء أنا سواء الشخص اللي قدامي، يعني أوصف نفسي وأوصف صحابي. وكل ده حطيناه في الآخر على شكل الامتحان، إن آخر طبعا الامتحان هيبقى دايما هيجي لي موضوع، وفهمتك من أول مرة هو تلك الموضوع هيجي لي اكتب من 15 إلى 20 كلمة، وممكن يجي لي وسائل مساعدة زي العناصر. تمام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا، ونبقى راجعنا معاكم الوحده الاولى، كل واحد ناقصه حاجه يبدا يذاكرها ويشتغل عليها، وان شاء الله نشوفكم على خير المره الجايه. ميرسي بور فوتر اتونسيون. بون جورني. اوفر.